الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة الوادبالمة من سورة الأنعام نبدأ بقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما حدش يقدر يضاء الدنيا ولا ينورها بالله بنور السماوات والأرض. مكان في الأرض ما بنمكنكم وسلنا الساعة عليهم مدرارا وجعلنا أنهار تجري من تحتهم أهلناهم بذنوبهم وأرشأنا من بعدهم قهرا. فين دول؟ مشوا. لمن ترسوا الأرض أهلهم تروح فين؟ يا جبروت وقت ناس وتروح فين؟ أنت فين؟ أنت عارف إن ما قتل يقتل. ولو أنا عليك تنفر سينما وبدي أو كان هذا الكوب كده في قريص من السماء ولا مسوها عارفة إيه؟ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. طب لو هو نبي صحيح ما كان معاه ملك؟ ولو واحد فينا مؤمن كده ما كان المؤمنين دول معاهم ملائكة وشفناهم مش كده ولا إيه؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك لو أنزلناه ملكا لقضي الأمر. ده لما لو نزلناه ملك طب فين الاختبار بقى؟ ده احنا خلقينكم عشان تضربوا بعض وليبلوا الله بعدكم ببعض. لما نقول له يا رب اهلك اليهود امال انت تعمل ايه؟ طب ما هو قادر يهلكهم امال انت بتعمل ايه؟ وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. لا ومفاجاه تانية: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب هو ملك نزل ما هو شكل رجل زي ما كان سيدنا عمر قاعد كده وقال دخل علينا ونحن مع رسول الله رجل شديد وبياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. رجل يعني شديد بياض الثياب ثيابه بيضة شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. هو أثر السفر كان إيه؟ أثر السفر في الجزيرة العربية اللي جاي وماشي في الرملة وماشي في الطرق ومغبر وعلى وشه رملة زي اللي طالع من دقيق تلاقي بياض ورموشه بيضة فكان زمان اللي جاي من السفر جاي مغبر جاي مطرب جاي من عواصف. لكن دلوقتي طبعا اللي جاي من السفر جاي راكب طيارة مكيفة وبعدين نزل ركب عربية مكيفة ولابس بلطو ومعاه شجر الهدايا ومعاه الشنط السفر ومش عليه أثر السفر. لكن سيدنا عمر بيقول إيه؟ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وجلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه وقال جعل يسأل النبي: يا رسول الله نسألك عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. سيدنا عمر قال: عجبنا للرجل يسأل ويصدق. هو في واحد يسأل واحد يقول له صدقت؟ يبقى أنت عارف الإجابة. يسأله عن الإسلام يقول له صدقت. يا رسول الله نسألك عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. قال: صدقت. الإيمان أركان الإسلام خمسة لكن أركان الإيمان ستة. أركان الإسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أركان الإسلام خمسة لكن أركان الإيمان ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. قال: صدق. قال: عجبنا للرجل يسأل ويصدق. وبعدين قال: نسألك عن الإحسان يا محمد. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. إذا أنت بتحسن عملك وبتحب ربنا تعبد الله كأنك تراه. ما حدش شايفني خالص وقاعد لوحدي بس يبقى احسن عملي أتقن عملي لا يراني إلا الله بس أتقن عملي. ما أنا ممكن أخون واخدع. جماعة سباكين بيعملوا سباكة في بعض المدن الجديدة اللي تيجي تمسك الحنفية تقع الماسورة بتخر. فين الإحسان؟ فين تقوى الله؟ هو بيعمل الشغل وما فيش حد بيستلم منه ولا شايف الورق الحائط بيقع المواسير بتقع. إيه ده؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت بتشتغل ربنا شايفك. أنت بتعمل عمل ومحدش شايفك تحسنه. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الله، ده المسؤول، ده السائل كبير بقى جامد. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. طب قولي على العامة. قال: أن تلد الأمة ربتها. ده تحرر العبيد. ما بقاش في عبيد دلوقتي لدرجة إن بعض الشباب بيسألني هم فين الجواري. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة. الناس اللي كانوا بيرعوا البقر ورعوا الإبل ورعوا الجمل ها تلاقيهم دلوقتي عمارات وناطحات سحاب وبعدين مدن بقت إيه ولا شيكاغو ولا كاليفورنيا ولا أمريكا خلاص. وأن ترى الحفاة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. ها؟ قال: صدقت. فالرجل خرج وسيدنا عمر بيقول: خرجت خلف الرجل فلم أجده. فقال سيدنا محمد: هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. اهو جه سيدنا جبريل في صوره ايه؟ رجل.
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الاستهزاء، اليوم يستهزئون بدين الله، اليوم يستهزئون بشرع الله، اليوم يستهزئون من القرآن، وأهل القرآن ضعفاء مظلومون. لكن الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون. زعلانين ان في جماعه من الغرب كانوا بيسخروا من النبي محمد، زعلانين في ان جماعه بيعملوا رسوم مسيئه للرسول. ده احنا هنا في بلاد الاسلام بنسب الشريعه ونسب اتباع محمد ليل نهار، ونسخر من ديني لا ونسخر من شرع ليل نهار واحنا بنقرا المصحف. إن شاء الله ألقاكم في حلقة قادمة من روضة القرآن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية باستخدام المناظير. العيادة النسائية لطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنقاوي. التبييض الدائم للأسنان، العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال. التركيب التقويم الشفاف، تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل، 37 شارع الجيش، القاهرة. مش معنى ان مفيش استجابه ان الدنيا اتهدت، مش معنى ان مفيش استجابه يبقى الدكتور غلطان، مش معنى ان مفيش استجابه يبقى الطب فاشل. هو الدكتور قال لي ما تاخدش اي دواء لان هو دخل عندك حد فيروح من لوحده مع جهاز المناعه اللي عندك. لا، كلام ده غلط. قصه المناعه تلتهم وتاكل هذا الفيروس دي احدى طرق العلاج. كل طريقه من العلاج ليها تحاليلها. يعني لو انا واخد قرار ان انا هعالجك بالانترفيرون هطلب منك تحاليل، لو خدت قرار ان انا هعالجك بالحاجات اللي هي بتاعه المناعه هطلب تحاليل ثانيه. احنا ما عندناش في الطب معجزات. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. للتواصل يا غافلا زادت خطاياك، قف بالباب وابكيها، فما غرست من ثمار الخير تهنيه. إلهي أنا العبد الذليل وقد أتيتك، أرجو أجورا فاز راجيها، فلا تكلني إلى نفسي ولا عملي، واغفر ذنوبي فإني غارق فيها. همسات إيمانية مع عبد الرحمن عمارة. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية، برعاية التدخين، الضغط، السمنة، السكر، العصبية، كل دي أمراض بتؤدي إلى تصلب الشرايين بصفة عامة في الجسم. خطورة الأمراض دي إن هي ممكن تؤدي إلى تصلب الشرايين التاجية. مرض تصلب الشرايين التاجية يحتاج إلى 3 أنواع من العلاج. النوع الأول علاج طبي، النوع الثاني علاج تدخلي بالأسطرة والدعامات، والنوع الثالث اللي نلجأ ليه في حالة ترقيع الشرايين التاجية، وده بيكون للحالات اللي يكون فيها الانسدادات في أماكن كتيرة وصعبة ومتعددة. تفاصيل أكتر هنقول لكم بعد كده إن شاء الله. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. للتواصل فرحت كل اب وام وجد وجده، فرحت كل اب يشوف ابنه وامه تحضن بنتها. البرنامج الذي يتناول مشكله
تأخر إنجاب. فتح البطن بيؤدي إلى حدوث التصاقات، والالتصاقات دي جايز تسد الأنابيب. وهنستعد بقى خلاص لأداء الحامل المجاري. نفاجأ إن المدام حامل. ياما تحياتي دكتور هشام الشاعر. كونسولتو. مشاكل السكر كتير ومضاعفاته خطيرة. تعرفوا على مرض السكر ومضاعفاته وازاي نتجنبه ونعالجه مع الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ الغدد الصماء والسكر. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. الصحة والجمال نجما في سماء الروعة والجمال. الآن كونسولتو.